هل يجزئ مسح جزء من الرأس فقط أثناء الوضوء؟ الله سبحانه وتعالى يقول وامسحوا برؤوسكم، والمسح بالرؤوس يقتضي تعميم الرأس كله، هذا من ناحية ما ذكره الله في الآية. ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لما توضأ وضع صلى الله عليه وسلم يديه على ناصيته ثم أمرهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم عمم رأس بالمسح. الواجب مسح جميع الرأس ولا يجزئ مسح بعضه على الصحيح.